بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني، أهلا ومرحبا بكم على قناة STC. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في سلسلة جديدة تحت عنوان كيف نستخدم نماذج الشموع اليابانية في التحليل الكلاسيكي. كنا وبحمد الله قد انتهينا في سلسلتين سابقتين من شرح جميع نماذج الشموع اليابانية على مستويين، المستوى الأول والمستوى الثاني. تكلمنا فيهما عن كل نماذج الشموع اليابانية بكل تفاصيلها، سواء النماذج الإنعكاسية أو الاستمرارية. واليوم وبفضل الله نواصل المسيرة بفتح سلسلة جديدة نتعرف من خلالها كيف نستخدم هذه النماذج مع غيرها من التحليلات الفنية الأخرى مثل الدعوم والمقاومات وخطوط الاتجاه وكافة أنواع المؤشرات الأخرى. ولكن قبل أن أبدأ، هناك عدة ملاحظات ينبغي التأكيد عليها. رقم واحد، أن الشموع اليابانية بجميع أنماطها تستخدم مع مختلف أساليب التحليل الفني، وخلي دايما دي قاعدة راسخة في ذهنك. فجميع النماذج اللي احنا تعلمناها في الكورس الماضي هنستخدمها في التداول، إما بمفردها أو مع أي استراتيجية أخرى، سواء لمعرفة الاتجاه أو لفترة واختيار نقاط الدخول المناسبة، سواء بالبيع أو بالشراء. رقم 2، تستخدم الشموع بشكل أساسي للمساعدة في فلترة إشارات الدخول ومعرفة الاتجاهات. رقم 3، سنتعرف في المحاضرات القادمة إن شاء الله على العديد من الطرق في استخدام الشموع، ولكن ليس شرطا أن يستخدمها المتداول كلها في وقت واحد، وإنما الهدف أن يبدأ المتداول في البحث عن التخصص الذي سوف يستخدمه كأسلوب تحليل فني. طيب، ما هي حالات استخدام الشموع اليابانية مع التحليل الكلاسيكي؟ بإمكاننا أن نستخدم نماذج الشموع اليابانية عند مناطق الدعم والمقاومة ومع خطوط الاتجاه والقنوات السعرية والحركات العرضية، وكمان معرفة الكسور الكاذبة والكسور الصحيحة وكيفية الاستفادة من الشموع اليابانية في حالة حدوثها. هذه الأجزاء الأربعة هي التي سوف نتناولها في محاضرة اليوم فيما يخص التحليل الكلاسيكي الذي يعتمد بشكل أساسي على الدعوم والمقاومات كمناطق للارتداد. الحالة الأولى، كيفية استخدام نماذج الشموع اليابانية مع الدعوم والمقاومات، وترتكز هذه الحالة على 4 نقاط. النقطة الأولى، رسم مناطق الدعم والمقاومة يجب أن يستند لذيول الشموع واتجاهها، حيث أن الذيول في الشموع هي التي تعبر عن الصراع بشكل واضح بين البائعين والمشترين. ولتوضيح هذه النقطة، تعرفنا في كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية أن أهم ما يميز الشمعة هو الجسم والظل واللون، وقلنا أن الجسم يعبر عن حجم التداول الموجود في السوق، وقلنا كمان أن الظل يعبر عن مدى الصراع الحادث بين البائعين والمشترين، وقلنا أنه إذا كان الظل موجود في الجهة العلوية فهو يعبر عن مناطق مقاومة، وإذا كان موجود في الجهة السفلية فإنه يعبر عن مناطق الدعم، وطول الظل هو الذي يعبر عن قوة هذه المنطقة. النقطة الثانية هي أنه كلما زاد عدد الاختبار لمناطق الدعم والمقاومة بشكل عقلاني، كلما كان هناك احتمالية أكبر للمتاجرة في هذه المناطق. وتفسير هذه الجملة هو بفرض أن السعر زار منطقة مقاومة أكثر من مرة وارتد منها، فغالبا المرة اللي جاية اللي هيزورها فيها هيرتد منها. لكن لو تلاحظ إن احنا قلنا إن لازم إعادة الاختبار هذه تتم بشكل عقلاني، يعني لو قلنا إنه اختبرها من 2 إلى 3 مرات
فما زالت هناك احتمالية للمتاجرة باستخدام الارتداد. لكن إذا السعر اختبر منطقة الدعم أو المقاومة بشكل كبير جدا، هنا ممكن أن يخليها ضعيفة ويتجاوزها بكل سهولة في المرة القادمة. فطالما أن إعادة اختبار السعر لمناطق المقاومة محدود وليس بكثير، فدائما عندك احتمالية للمتاجرة مع هذه المناطق من خلال الارتداد اللي بيحصل عندها. النقطة الثالثة، من المهم جدا الانتباه لشكل الشموع عند مناطق الاختبار. قلنا في النقطة الأولى ان احنا ممكن نرسم الدعوم والمقاومات استنادا لذيول الشموع. في هذه النقطة الثالثة بننبه على انه لما يزور السعر منطقة الدعم او المقاومة بشكل جديد، مهم جدا ان احنا نبص كويس على الشموع، كيف حالها وكيف شكلها، هل هي تمثل نموذج ام لا، يعني كل الحاجات اللي احنا تعلمناها في كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية بنحاول نطبقها هنا ونراقبها كويس عند هذه المناطق، مناطق الدعم او المقاومة، يعني بنراقب النماذج اللي احنا تعلمناها في هذه المنطقة في مناطق الدعم والمقاومة. النقطة الرابعة والأخيرة هي أنه يتم التداول وفقا للنماذج التي تتشكل عند مناطق الدعم والمقاومة، وليس بمجرد وصول السعر إليها كما يفعل الكثيرون. طبعا في كتير من المتداولين ممكن يفهم الدعوم والمقاومات بشكل صحيح، لكن بيكون في ذهنه ان السعر اذا وصل الى هذه المقاومة فسوف يرتد ويقوم يبيع بشكل مباشر بمجرد وصول السعر الى هذه المقاومة. وجهة نظرنا من خلال هذا الكورس ومن خلال خبرتنا في هذا المجال بنقول لك انه ما ينفعش تتداول بناء على الارتداد بشكل مباشر، وإنما يجب عليك أن تنتظر نموذج من نماذج الشموع اليابانية اللي احنا درسناها في الكورس اللي فات، وإما أن يكون هذا النموذج انعكاسي أو استمراري بناء عليه بتدخل في هذه الصفقة سواء بالبيع أو بالشراء. يبقى ما ينفعش أنك تاخد صفقة عند مناطق دعم أو مقاومة بدون تشكل نموذج شموع يابانية يتفعل معاك بالشروط اللي احنا تعرفنا عليها فيما سبق. مثال واحد، قلنا في النقطة الأولى من نقاط رسم الدعوم والمقاومات ان فيه متداولين يرسم خط مستقيم من تحت كدعم بهذا الشكل، ويرسم مقاومة كخط مستقيم بهذا الشكل، مفيش أي مشكلة. ولكن اللي يهمنا في المقام الأول إن المتداول يوظف ما تعلمه من الشموع اليابانية في رسم مناطق الدعم ومناطق المقاومة، ليس في صورة خطوط مستقيمة ولكن في صورة مناطق شبه مستطيلة إلى حد ما. فأنا لو عايز أرسم دعم أستند فيه وفقا لما تعلمته في الشموع اليابانية هو أن ذيل الشمعة في حد ذاته هو منطقة دعم، حتى لو أنا مش عارف إزاي هيمشي السعر. بالنسبة لي طالما شفت هذا الذيل الذي من الأسفل في إمكاني أرسم منطقة مستطيلة تساوي تماما طول هذا الذيل وخليها تمتد، ونشوف بعدين إذا كان السعر هيزورها ولا لأ، وإذا زارها إزاي هيتعامل معاها. هذا الشكل اللي أنا رسمته يمثل لي منطقة دعم استنادا إلى الشموع اليابانية اللي احنا اتعلمناها. نفس الشيء لو حبيت أرسم مقاومة هبص على الذيول اللي بتتكون من الجهة العلوية اللي ظاهرة بشكل واضح، وزي ما قلنا في سلسلة نماذج الشموع اليابانية أن الدعوم إذا كانت في الأعلى فهي تعبر عن مناطق مقاومة، وإذا كانت في الأسفل فهي تعبر عن مناطق دعم. طيب السؤال الذي يجب أن يطرح نفسه، إزاي أفعل السعر في هذه المناطق؟ بفرض أني عملت هذه المنطقة الزرقاء منطقة الدعم والسعر صعد إلى أعلى، وبعدين بدأت ألاحظ أن فيه شموع انعكاسية في هذه المنطقة، يعني عندي مثلا بعد الشمعة الخضراء الطويلة عندي شمعة ممكن اعتبرها دوجي او شهاب، وفي كمان لو تلاحظ عندها هنا نجمة المساء ايفنينج ستار، وايضا عندي هنا الشمعة اللي ممكن اصنفها على اساس دوجي بس غير مثالي. فانا لو حبيت اتداول بعد هذه النماذج اللي اتشكلت بامكاني اعتمد على النجمة اللي اتشكلت في هذه المنطقة
وانتظر إغلاق أسفل الظل السفلي لهذه النجمة حتى تتفعل وأتداول بشكل عادي. أخذ صفقة بيع من بعد الإغلاق اللي حصل عندي تحت الظل السفلي للشمعة مباشرة. طيب على فرض ان انا ما خدتش بالي من هذه النجمة في هذه المنطقة، ما فيش مشكلة طالما ان السعر مرشح لزيارة منطقة الدعم مرة تانية، بامكاني ان انا ممكن استنى لغاية ما اشوف ازاي السعر هيتعامل مع هذه المنطقة السفلية الزرقاء، هل ما زالت قوية ام لا. طيب ازاي اعرف انها لسه قوية ولا اصبحت ضعيفة؟ لو تلاحظ هنا في نجمة صباح معروفة من قبل كده اللي هي بنقول عليها مورنينج ستار، فأنا كده عندي عدة أسباب لدخول صفقة شراء في هذه المنطقة. أولا عندي منطقة مقاومة وعندي نجمة صباح بتديني إيحاء بانعكاس السعر إلى أعلى. نقطة دخولي بالشراء تكون بعد شمعة التأكيد التي تغلق فوق الظل العلوي لنجمة الصباح، أي دخولي بالشراء بيكون عند الخط الموجود عنده كلمة ادخل اشتري. لو تلاحظ كمان أنا بعد ما دخلت صفقة شراء في هذه المنطقة السعر ارتد علي مرة أخرى، مفيش مشكلة طالما أنه فوق منطقة دعم مهمة جدا وقوية. وكمان اللي أكد لي قوة هذه المنطقة شمعة الدوجي اللي جت بعد كده وذيلها لمس هذه المنطقة، فأنا بحكم أني فاهم نماذج الشموع اليابانية وقادر أن أنا أعرفها وحلل أماكن تواجدها واستنبط المعلومات اللي بتقولها لي، هنا بيكون دخول الصفقة أكثر منطقية وأكثر إقناعا وبينعكس على حالتي النفسية لما أدخل بهذه الشروط، عارف أنا بعمل إيه وإزاي بتاجر غير لما بدخل عشوائي. كده يبقى التداول اسمه متاجرة وليس مقامرة، لكن المتداول اللي ما بيستخدمش نماذج الشموع اليابانية ممكن يكون ما درسهاش ولا ما يعرفش خواصها ولا بتتكون من ايه وامتى تتفعل، غالبا ممكن النزول اللي حصل عندي هنا يأثر فيه ويخليه مش عارف يتصرف ازاي ويدخل بشكل عشوائي سواء في بيع او في شراء. الحاجة التانية على نفس الشرط، لما انت بتكون عارف نماذج الشموع اليابانية هتلاحظ هنا ان في عندك نموذج كمان اسمه قاع ملقاط ويزرز بوتوم في هذه المنطقة، واحنا عارفينه من قبل كده، عارفين شروطه، عارفين ازاي نتعامل معاه. الخلاصة عايز اقول ان كل هذه العوامل اللي بتشكل معاك في منطقة واحدة بتساعدك على الدخول في صفقات اكثر قوة واكثر فائدة، وافكرك دايما ان السعر لما يوصل لمستويات مقاومة اوعى تفكر انه هينعكس مباشرة، لازم الاول تقيم السعر في هذه المنطقة ازاي هيكون وازاي هيتصرف. في المثال اللي قدامنا ده لو تلاحظ ان السعر بعد ما وصل لهذه المنطقة للمرة الثانية قام بتجاوزها بكل سهولة، طيب ايه السبب؟ لان هنا عندي الى حد ما ممكن يكون يتكون عندي نموذج الفدائيين الثلاثة سري وات سولدرز، وزي ما احنا عارفين ان ده نموذج استمراري، هو اي نعم مش نموذج مثالي بس احنا بنحاول نلفت النظر للنماذج اللي اتعلمناها ومرت علينا قبل كده. عايز اقول كمان انك لو اتقنت استخدام هذه النماذج هينعكس ده على تداولاتك وهيغير بشكل كبير جدا من تداولاتك، وحتى لو لم يحقق ارباح في المقابل هتتجنب كثير من الفرص الخاسرة لأنك بتستخدم الأسلوب العلمي في التحليل ودخول الصفقات وليس الدخول العشوائي اللي مش مبني على أي أساس. وكمان لو تلاحظ نفس الحركة اللي موجودة على نفس الشرط هتلاقي اتشكل معاك دعوم فرعية ومقاومات فرعية، مثلا في هذه المنطقة ممكن ده يعتبر من المناطق التي تعبر عن دعم فرعي، فلو شاري من هذه المنطقة رقم واحد وبعدين بدأت تظهر معاك شموع صغيرة لها الطابع الانعكاسي عند المنطقة رقم ثلاثة، فبإمكانك انك تخرج من الصفقة حتى قبل ان تصل للمقاومة السابقة اللي موجودة في المنطقة رقم اثنين، لانك تلاحظ هنا ان ظهور مثل هذه الشموع الصغيرة بتدي احتمالية بالانعكاس، ولكن عايز اقولك ان ذيول موجودة من اسفل إذن فهي تمثل منطقة دعم، فأننا في هذه الحالة في المنطقة رقم 3 أنت في مأمن طالما أن السعر لم يغلق تحت آخر ذيل لهذه الشمعة، لأنه لو أغلق هيصبح بالنسبة لي نموذج إنعكاسي ممكن ينزل السعر مرة أخرى إلى أسفل. يعني هتلاقي نفسك بتستخدم الشموع اليابانية في التحليل وعند مناطق الدعم وعند مناطق المقاومة، وممكن استخدامها في الدخول بالنسبة للبيع أو بالشراء وهكذا، وده بيوريني قد إيه أهمية دراسة نماذج الشموع اليابانية وإزاي هي بتفيدني في التحليل الفني وعند مناطق الدعم والمقاومة. وقبل ما ناخد المثال الثاني
عندي ملحوظة عايز أقول لكم عليها. هناك ما يسمى على الشارت مبدأ تبادل الأدوار في مناطق الدعوم والمقاومات، حيث أنه من المرشح دائما أن تتحول منطقة الدعم إلى منطقة مقاومة والعكس صحيح. في هذه الحالة توظيف المتداول للشموع اليابانية سوف يساعده على حسن استغلال هذه المناطق. طيب تعالوا نشوفوا هذا المثال على استخدام نماذج الشموع اليابانية عند مناطق الدعم والمقاومة. لو جيت في مرحلة من مراحل السوق حبيت أرسم مقاومة في هذه المنطقة، إزاي هرسمها؟ هرسمها استنادا لأطول ذيل موجود عندي في المنطقة، يعني منطقة المقاومة اللي هرسمها هتكون بتساوي تماما طول هذا الذيل، وبناء على هذه المنطقة أحاول أتابع الأسعار وأقيمها. رسم المستطيل على المنطقة يمثل لي منطقة المقاومة زي ما انت شايف كده، السعر زارها أكتر من مرة، ولكن المرة التالتة اللي زارها فيها لاحظنا أنه فتح بفجوة سعرية. تعلمنا في كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية أن الفجوة السعرية بالدرجة الأولى نموذج استمراري على حسب الاتجاه اللي كان قبلها. لو تلاحظ أنه كان عندي اتجاه صاعد ثم تكونت عندي فجوة سعرية تظهر في الاتجاه الاستمراري، إذن تفكيري يتحول إلى أن هذه المنطقة ممكن تتحول إلى منطقة دعم بعد أن كانت في وقت ما منطقة مقاومة انعكاسية، وبناء على الذيل اللي اتشكل عندي ده أبتدي أرسم منطقة الدعم مكان هذه الفجوة، وهتلاحظ أن السعر احترمها جدا وبشكل كبير وكمل صعود. كده أكون أنا عارف إزاي أوظف نماذج الشموع اليابانية، أين ومتى وكيف أستخدمها، وما هي النتائج التي تترتب على تواجدها في مكان ما. في ملاحظة مهمة جدا، لو فيه متداول ما بيستخدمش الشموع اليابانية في التحليل الفني ممكن يرسم مستوى واحد للمقاومة بهذا الشكل ويعتبره منطقة مقاومة تحولت إلى منطقة دعم. هذا الشيء إلى حد ما يعتبر صحيح، لكن فهمنا لنماذج الشموع اليابانية هيخلي الرؤية أدق وأوضح. بص معايا كده، المتداول العادي هيشوف مستوى واحد للدعم والمقاومة، ولكن لو أنت كمتداول بتستخدم نماذج الشموع اليابانية بالنسبة لك هذه المنطقة اللي كانت منطقة مقاومة وتحولت الآن إلى منطقة دعم، هتلاقيها لو ركزت شوية اترفعت قليلا إلى أعلى، يعني اترفعت لفوق شوية. الفارق اللي حصل ده بين المنطقتين هيكون في الاعتبار لو انت دارس كويس للشموع اليابانية وعارف ايه منها ما هو انعكاسي وما هو منها استمراري، وهو ده الذي يسمى تبادل الأدوار ما بين مناطق المقاومة ومناطق الدعم. وبكده يبقى عرفنا ازاي نوظف نماذج الشموع اليابانية مع الدعوم والمقاومات. إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة، لكم خالص تحياتي، كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.